وبدي ضيفتنا كريم الشاذلي اللي الكاتب والباحث في العلوم الإنسانية لحتى نحكي عن النصابين. بدي أقول لك مساء الخير كريم. مساء الخير. ازيك؟ أهلا وسهلا فيك. أول شيء تعرضت لعملية نصب، أنا بستبعدها، بس ممكن بمرحلة من مراحل حياتك تعرضت لهذا النوع من المشاكل او المكائد؟ ازاي بتستبعديها؟ لا، حصل كتير. حصل؟ حصل طبعا. يعني حتى مع الناس الاذكياء. مين قال ان انا ذكي؟ انا بعرف هالشيء. لا لا لا، بالعكس، في عندنا مثل عربي يقول لك يقتل الحذر من مأمنه. يعني كل انسان كان معتد بنفسه وشايف ان هو مش هيقدر يتنصب عليه، فممكن يكون مدخله من الثغره دي. او حتى مهما يكون حذر؟ مهما يكون حذر طبعا. طبعا هي المساله في ان هو ان العلاقه الطرديه ما بين النصاب وما بين الضحيه بتتحكم فيها عوامل كتير قوي. يعني انا دايما بسميه المثلث السحري للنصاب، اللي هو ايه بقى؟ قاعدته الجهل. ثم طبعا الجهل. يعني الضلع الاخر هو الطمع، الضلع الثالث هو الخوف. النصاب بيلعب على يعني مثلث في الثلاث اضلاع دول. انت وفروا الثلاثه في ضحيه، فدي ضحيه نموذجيه مثاليه بتكون. مثاليه. طب النصاب من هو؟ شخصيته شو؟ الحقيقه هو النصاب، يعني لو اتكلمنا عليه قانونيا مثلا، النصاب هو الشخص اللي بيحتال لكي ياخذ شيء مش حقه من الطرف الاخر باي طريقه كانت، من خلال بقى اعطاء وعود ما يقدرش يوفيها، او اعطاء وعود مش من حقه ان هو يعطيها مثلا، فده نصاب. من الناحيه الاجتماعيه والنفسيه هو الشخص اللي بيلعب على خوف او اطماع ضحيه ما، من خلال ان هو يقدر يعني ياخد من عنده شيء ويقتنصه بشكل هو بيشوفه ان ده ذكاء، بينما الاخر بيشوفه غباء، بينما قد ربما القانون يقول لك انا لا احمي المغفلين، يعني القانون يقف على الحياد، ما يقدرش ان هو يتعامل. في حادثه شهيره على فكره لنصاب باع برج ايفل مثلا، يعني عندنا في التراث المصري اللي باع العتبه الخضراء، يعني احنا عندنا منطقه العتبه وكانت تروماي وقتها، يقول لك ده راجل ايه اشترى التروماي، باع له الترام. فده احنا بنقولها للتندر على السذاجه بتاعت يعني بعض الناس. الحقيقه ان التاريخ بيقول لنا لا، ان برج ايفل في وقت من الاوقات تم بيعه من خلال عمليه نصب متقنه وحرفيه بشكل كبير جدا. والحقيقه ان اتباعت لراجل بزنس مان وتاجر خرده كبير، وانطلت القضيه لدرجه ان الرجل اتنصب عليه وقتها في 80,000 يعني فرانك فرنسي، الراجل رفض ان هو يعني هو ما عملش يعني القضيه دي اتعرفت لما النصاب ده انكشف بعد سنوات، واصبح ايه خلاص بيتفتشوا في كل الدفاتر. لكنه استحى ان هو يقول لك انا اشتريت الوهم، اشتريت برج ايفل. ففي اوقات كتير ضحايا مش بيقولوا، يعني بيكتموا جزعهم، بيتكسفوا طبعا، بيكتموا جزعهم، لان مستحيل. يعني يقول لك انا استاذ في الجامعه، انا شخص لفيت العالم، يجي شخص اخر اقل مني درجه سواء كانت علميه او اجتماعيه اقول ان هو نصب عليا، فبيسكت خالص. يعني كريم، نحن بنسهل له مهمته للنصاب؟ نحن يعني قد ما نكون مثل ما بيقولوا مدعدكين بالحياة وملحلحين بالحياة، منساعده انه يقدر ينصب علينا؟ شوفي، هي المسألة ازاي مثلا لو كنا نتكلم على ضلع من الاضلاع مثلا، اللي هو ضلع الطمع او الجشع اللي عند الناس، او احلام الثراء السريع. في قبل ايام في مصر هنا اتمسك شخص نصاب واخد ملايين الملايين من الناس. لما نيجي نسأل ونشوف في عمق الامر، الرجل اعطاهم وعود صعبة التحقيق، يعني اديني فلوسك اشغلها لك، كم بيعطيك البنك؟ 9% 10% 11% يعني كفائدة. لا، انا بعطيكي في الشهر 15 او 20 او 30%. بس هي القصص كتير بتتكرر، بعدها ناس توقع فيها. مش منطقية. طبعا. لسه اول امس. يعني مش منطقية ابدا ابدا. ايه هو المشروع اللي موجود دلوقتي في ظل وضع اقتصادي زي ده ممكن يدخل لي الارباح دي كلها؟ الحقيقة ان الطمع هو هنا بيخاطب الطمع عند الضحية، بيخاطب ان انا عايز. وبعدين هو دايما دايما، شوفي، النصاب مش بيكون جاهل ولا بيكون عالم، يعني بيكونش عنده معارف كتيره بالمناسبه، لكنه بيستطيع ان هو يدور شويه المعلومات اللي عنده بذكاء وحرفيه. فتلاقيني وانا بتكلم معاكي ابدا يعني ايه اتعامل وارمي لك معلومه واديكي شيء، وانا شوفي انا بخاطب عندك ان انت مستعده مسبقه لتصديق، انت جايه ونفسك تصدقيني. فبالتالي كل ما بقول لك شيء انت بتبداي تاكدي عليه، مع الوقت بيبدا الضحيه يستخدمك انت اللي انت ضحيته في ان هو يؤكد للاخرين ان هو قادر على فعلها. يعني بيصبح الناس اللي نصب عليهم هم جزء من يعني من عمله، من اللي بيسهلوا له عمله. والنصاب يا رغده، شوفي، هنشوفه في السياسه، وهنشوف في الدين، وهنشوف في الاقتصاد، وهنشوف في الميديا،
بشوف كل حاجه. النصاب ممكن نشوفه لابس جلابيه، ممكن نشوفه لابس ماسك مسبحه، ممكن نشوفه لابس بدله وكرافات، ممكن نشوفه على الستيج، ممكن نشوفه في الشارع على الشاشه، ممكن نشوفه في الشارع في وانا واقف في محل بشتري حاجه من البقاله. هو موجود في كل مكان وبيستخدم كل شيء، كل الوسائل والاساليب، كل الوسائل والاساليب طبعا. النصاب نحن مش بس عم نحكي من الناحيه الماديه صح، او التنصيب من ناحيه المصاري والفلوس، نحن حتى ممكن يكون نصاب بالمشاعر صح؟ صحيح. مثل مش كنت حك على فتاه او يعطيها وعود صادقه ويعيشها بدنيا من الاحلام وغيرها وغيرها من التفاصيل. صحيح. بينطبق هذا الشيء على الكل. دقيق. يعني انا في كتاب كلاسيكي قوي من الكتب اللي بتتحدث عن التعامل مع الناس اللي هو كيف تكسب الاصدقاء بتاع ديل كارنيجي مثلا. ديل كارنيجي كان في وقته حادثه غريبه قوي، ان في شخص قدر ان هو يضحك على عدد كبير جدا من النساء تخطى ال 150 امراه، يدخل عيونه يبتزهم عاطفيا ونفسيا وياخد اللي هو عايزه منهم وخلاص، مع وعود بقى بالزواج ووعود بالاستقرار وكده. راح قابله ديل كارنيجي وساله سؤال، 150 امراه ازاي؟ يعني ايه 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 التكنيكال اللي انت اشتغلت عليه؟ قال والله شوف انا كل اللي عملته ان انا كنت بكلمها عن نفسها بس. الحقيقه بس، يعني ايه؟ عن جمال عينيها، عن كلامها الحلو الساحر، عن الدفى اللي بيحسه في خلصت اللي هي عبالها تسمعه. هو النصاب كده، النصاب بيقول لك اللي انت عايزه تسمعيه بالشكل اللي انت عايزه تسمعيه بيه، وبالتالي بيقدر ان هو ياخد كل اللي هو عايزه. ده بنتكلم على النصاب اللي بيبتز عاطفيا. نسهل.